لسه التواجد المصري في الصومال وانتشار قوات من الجيش في العاصمة مقديشو بيسيطر على عقول الجميع في المنطقة في الشرق الأوسط، وسط نزاع مستمر بين مصر وأثيوبيا من بداية بناء سد النهضة إلى يومنا هذا، واللي اشتعل أكتر بعد ما بعتت مصر قوات إلى الصومال ضمن اتفاق الدفاع المشترك وللمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، إلا إن في رسالة سرية بعتتها أثيوبيا لمصر عن طريق جيبوتي. وبعد ما بعتت مصر سفينة مساعدات عسكرية للصومال، أرسلت أثيوبيا بسرعة رسالة سرية عبر جيبوتي إلى مصر لتحذيرها من أي أعمال عسكرية مصرية تهدد مصالح أثيوبيا في الصومال ستؤدي إلى عواقب وخيمة. وقامت مصر مؤخراً بزيادة تواجدها العسكري في القرن الأفريقي وخاصة في الصومال، والتحرك ده بيجي في إطار اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والصومال تم توقيعها في أغسطس 2024، وأرسلت مصر حوالي 10,000 جندي بما فيهم وحدات من القوات الخاصة ومعدات عسكرية للصومال. التواجد المصري ده علشان تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو جزء من استراتيجية مصرية أوسع لتحقيق السلام والأمن في أفريقيا. وفي 23 سبتمبر 2024 رست سفينة مصرية على متنها معدات عسكرية وأهمها الأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية، وكانت السفينة الشبحية المصرية سيغن بورسعيد بجانب السفينة اللي حملت المساعدات العسكرية. وعند استلام الشحنة قال وزير الدفاع الصومالي إن بلده بتعرف مصالحها كويس جداً وهتختار بين حلفائها وأعدائها، وده كان تاني تسليم للمساعدات العسكرية من مصر للصومال خلال أيام قليلة فقط. كمان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتكلم عن موضوع أزمة سد النهضة الأثيوبي في كلمته قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد إن مصر خاضت مفاوضات لمدة 13 عام مع أثيوبيا بدون أي نتيجة، وإنها لن تتسامح مع تهديد وجودها لبقائها. وقال وزير الخارجية المصري بعد 13 عام من التفاوض بدون نتيجة مع أثيوبيا وفي ظل استمرار الإجراءات الأحادية الأثيوبية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبخاصة اتفاق أعلن مبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن العام 2021، انتهت المفاوضات في ديسمبر 2023. وكمان بدر عبد العاطي قال ستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الأثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعاً عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم. وبنبرة قوية جدا قال فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجود بقائها. وقال كمان ورغم المساعي المصرية صادقة النوايا، أصرت أثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ومحاولة فرض أمر واقع لتشغيل وملء السد الأثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي وبالاقتراض لأثار هذا السد على دولتي المصب في السودان ومصر. من ناحية تانية، واحد من الخبراء في علوم الأرض أكد إن في زلزال جديد هيرجع يضرب أثيوبيا الفترة اللي جاية، ووضح إن أثيوبيا هي الدولة رقم واحد في أفريقيا من ناحية النشاط الزلزالي والبركاني. الدكتور هشام عسكري أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد في جامعة شامبان الأمريكية قال إن أثيوبيا عندها نشاط زلزالي وبركاني كبير جداً، وفي شوية زلازل حصلت في الفترة الأخيرة هناك، وكمان وضح إن السدود في العالم كلها ممكن تسبب زلازل مش بس سد أثيوبيا، لأن الكميات الكبيرة اللي بتتخزن في السدود دي ممكن تؤدي لحدوث انزلاقات. وحذر إن أثيوبيا من الدول الناشطة في الزلازل، وإن سد أثيوبيا بيشكل خطر كبير على القشرة الأرضية هناك وممكن يؤدي لنشاط زلزالي في الفترة اللي جاية. على بعد حوالي 570 كيلومتر شرق سد النهضة الأثيوبي و140 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا، حصل زلزال صباح يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 الساعة 7:36 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، وكانت قوته 5 ريختر وعلى عمق 10 كيلومتر. وسائل الإعلام المحلية أفادت إن مركز الزلزال كان في منطقة الأخدود الأثيوبي اللي هو امتداد للأخدود الأفريقي العظيم. وفي 8 مايو 2023 كان في زلزال بقوة 4.4 ريختر حصل على بعد أقل من 100 كيلومتر من سد النهضة، وده كان الأقرب من مئات الزلازل اللي حصلت في 100 سنة الأخيرة في أثيوبيا. حسب آخر البيانات سد النهضة مليان حالياً ب 60 مليار متر مكعب، يعني حوالي 60 مليار طن، وده بيمثل وزن كبير على القشرة الأرضية الضعيفة جيولوجياً في أثيوبيا بسبب وجود الأخدود الأفريقي والفوالق والتشققات، زي ما قال الدكتور عباس شراكي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. وأضاف شراكي إن رغم إن الزلزال كان بعيد عن سد النهضة وقوته متوسطة، إلا إن تكرار زلازل زي دي هتأثر على السد بعد ما يتم الملء. السد هيبقى زي قنبلة مائية قابلة للانفجار، مش ضروري تنفجر دلوقتي، ممكن يمتد الخطر
لسنوات، لكن الخطر موجود دائما. وكمان ذكر ان منطقة الأخدود الأفريقي اللي بتقسم أثيوبيا لنصفين تعتبر من أكثر المناطق الأفريقية عرضة للزلازل والبراكين. وبثت المستشارة هايدي فاروق مقطع فيديو جديد لموقع السد السرج الركامي عبر جوجل، ورأينا فيه تشققات كتيرة في جسم السد وكمان تسرب المياه من خلال التشققات دي. هايدي حذرت من خطورة الوضع وقالت ان ده ممكن ينذر بقرب انهيار السد. وقالت هايدي فاروق آخر تحديث كان في 20 سبتمبر، والفيديو اللي اتصور من الأقمار الصناعية بيبين إن المياه قربت من جدار السد، ووصفت الصورة بإنها مقلقة لأن المياه أثرت على الجدار وخلت فيه شقوق، وهو ده مكمن الخطورة. وأضافت كمان إن الفيديو بيظهر إن المياه غطت الجدار وبتبدأ تتسع وتخرج منه، وعمق المياه واضح جدا من الصورة. هايدي كمان كشفت عن تشققات كتيرة في جسم السد، وده باين من الترميمات الكتيرة اللي حصلت، وقالت إن نسبة التشققات دي زادت بشكل كبير وكأنهم عملوا مصيبة، ودي حاجة مش هينفع يواجهوا العالم بيها. ووضحت إن كثرة التشققات دي ممكن تؤدي لانهيار السد، وده هيعرض إثيوبيا للجفاف، بينما دول المصب هتواجه فيضانات، وسألت لمصلحة مين يحصل ده. هايدي أشارت كمان إن ستارة السد فشلت وظهر تسرب المياه أسفل جسم السد، ووصفته بالكارثي. الفيديو الجديد اللي بثته عبر حسابها على الفيسبوك بيظهر كمان تشققات في الأرض غير الصالحة لأي بناء، وقالت إن منطقة السد كانت مستقرة في الثمانينات، لكن مع بدء إنشاء السد بدأت المياه تقترب ووصلت للحالة اللي عليها دلوقتي مع وجود كمية هائلة من المياه. ورجحت هايدي إن سد السرج هيحصل له انهيار قريب، وقالت إن سد السرج بدأ أو على وشك الانزلاق في الأيام اللي جاية.